إذا لغة الجافا هي اللغة اللي هنتعامل معاها، طبعا لغة الجافا إيه أحد اللغات اللي استخدامها واسع جدا إيه بنسميها احنا أوبجكت أورينتد بروجرامينج لانجويج اللي هي بتتعامل مع إيه حاجة اسمها الأوبجكت أورينتد، طبعا هذه تفاصيلها لقدام شوية هنحكي عنها، لكن بالمختصر هي لغة جميلة وسلسة للتعلم وسهلة إنك تعمل فيها برامج بس ايش؟ بدها مخ يركز فيها، تمام في لغات تانية في لغة سي شارب في سي بلس بلس في سي في كتير لغات تانية بس اللغة اللي أنسب لك إنك تتعلمها حاليا الجافا تمام إيش بيلزمنا برامج عشان نبدا في لغه الجافا بيلزمنا اول حاجه برنامج عشان نكتب الكود عليه يعني انا بدي اكتب كود معين بلغه معينه لازمني برنامج اكتب عليه لما انت بدك تكتب نص تفتح المفكره بتكتب او برنامج الوورد بتكتب هذه لها برامج خاصه لغه البرمجه لها برامج خاصه إيه عشان تشغل البرنامج عشان إيه تنفذ عشان يطلع لك نسخة منه في تفاصيل هنحكي عنها. إذا أول شغلة بدي برنامج أكتب الكود عليه هنستخدم برنامج اسمه انتليجي. تمام؟ آه هذا البرنامج هنستخدمه ليش؟ لأنه إحنا بناخذ آه في دروس أندرويد هنحكي فيها فهيكون قريب لمين؟ للأندرويد آه لأنه الأندرويد أساسا بيتعامل مع برنامج الانتليجي. تمام؟ طيب آه في برامج كتير في الإكليبس في النت بينز في كتير برامج. لكن لو انت بدك تشتغل بيور جافا يعني بدك تشتغل جافا بشكل منفصل ما بدك تشتغل اندرويد بنصحك في برنامج النت بينز تمام اه طبعا هيلزمنا كمان غير هيك حاجه اسمها منصه الجافا اللي اسمها جي دي كي الجافا ديفلوبمنت كيت ايش الجي دي كي هذه بكل بساطه انت عشان تكتب لغه البرمجه على الجهاز ويفهمها جهازك انه هذه لغه برمجه لازم يكون في مكتبه للغه البرمجه، هذه المكتبه بيكون فيها كل الاكواد اللي انت بدك تستخدمها تمام؟ فعشان تستخدم الاكواد هذه لازم الاكواد هذه تكون موجوده على جهازك قبل ما تستخدمها، فاحنا قبل ما نبدا نستخدمها هنروح ننزل من النت حاجه اسمها جي دي كي اللي هي الكت الكامله او الباكج الكامله او الحقيبه الكامله اللي فيها الاكواد اللي احنا هنستخدمها وبعد هيك لما نصير نكتب كود هيصير ايش الجهاز فاهم علينا او نظام التشغيل فاهم انه احنا اللي بنكتبه اه يا عمي هذا كود جافا صح موجود عندي فكمل عادي تمام طيب